حياكم الله. أول اجتماع رسمي ينتهي بين المبعوث الدولي ديمستورا ووفد المعارضة في جنيف. الاجتماع الرسمي وصفته المعارضة بالإيجابي في شقه الإنساني، لكنها تنتظر من ديمستورا أن يلتقي النظام يوم الثلاثاء ليرد على مطالبها الإنسانية. ديمستورا قال إن من حق الشعب السوري أن يرى تحسنا على الأرض، وإن المعارضة تملك وجهة نظر قوية. إذن الخطوات الإنسانية ستكون خلال ساعات بالون اختبار أولي بين محادثات النظام والمعارضة غير المباشرة. يحدث هذا مع وصول كبير المفاوضين ممثل جيش الإسلام محمد علوش إلى جنيف، الذي ترافق وصوله مع اعتراضات روسية على وجود جيش الإسلام في الوفد المفاوض. في ملفنا الثاني، الولايات المتحدة الأمريكية تنافس روسيا في دعمها لقوات سوريا الديمقراطية التي هي في الحقيقة حزب الاتحاد الديمقراطي. رئيس الحزب صالح مسلم يتلقى اتصالا هاتفيا من الخارجية الأمريكية يحمل ضمانات له بأنه سيشارك في جنيف مستقبلا. ليس هذا فحسب، بل إن الإدارة الأمريكية أوفدت ممثلا لها إلى عين العرب كوباني، والتقى هناك بقيادات من قوات سوريا الديمقراطية، أكد لهم أنهم طرف أساسي في مفاوضات جنيف. للحديث دائما تتمة. أهلا بكم. اجتمع مبعوث الأمم المتحدة ستيفن ديمستورا مع وفد المعارضة السورية في جنيف مساء اليوم، معلنا البداية الرسمية للمباحثات. قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمعارضة سالم مسلط إن اللقاء مع ديمستورا كان إيجابيا فيما يخص الشق الإنساني، تعليقا على سؤال بشأن اعتراض روسيا على مشاركة ممثل جيش الإسلام محمد علوش بالوفد. قال المسلط إن جميع الفصائل الثورية موجودة وممثلة في الوفد المفاوض. نذهب للتفاصيل. رغم كثافة الاتصالات، لم يأتي اليوم الأول الذي أعقب وصول وفد المعارضة إلى جنيف بجديد، فخلاصته كانت حربا إعلامية بين الوفدين وتبادل اتهامات. ولكن يبدو أن المرحلة الاستكشافية للمبعوث الأممي ستيفان ديمستورا لن تطول، وسيحاول الدخول في أجواء المباحثات بشكل أكثر جدية. وربما كان لتفاؤل ديمستورا بعد لقائه التمهيدي بوفد المعارضة دور في إفساح المجال للقاء وفد من هيئة التفاوض وليس الوفد المفاوض بشكل رسمي هذه المرة داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف، وإرجائه اللقاء مع وفد النظام الذي كان مقررا قبل ذلك. وربما هذه التطورات تفسر تأكيدات من مصادر دبلوماسية غربية ذكرت دراسة المعارضة لمقترح من ديمستورا يمكن أن يمهد الطريق لمضي وفدها في المحادثات. في الوقت هذا، أكدت مصادر لأوريت نيوز وصول كبير المفاوضين محمد علوش إلى جنيف، وذلك بعد تأخير في منحه تأشيرة الدخول إلى سويسرا، وهو ما لم يعجب بطبيعة الحال الخارجية الروسية التي أكدت على لسان نائب وزير الخارجية جيناتي غاتيلوف أنه لا مكان لجيش الإسلام في وفد المعارضة، إلا أنه عاد وقال إن البت في هذا الأمر يعود للمبعوث الأممي. وبالنسبة للموقف الأمريكي والروسي، فأجواء الدعم لمفاوضات جنيف ما زالت تسير بخط تصاعدي، فهناك سيلتقي نائب وزير الخارجية الروسي جيناتي غاتيلوف مع ديمستورا والوفد الأمريكي في الوقت الذي يعقد فيه ممثلون عن مجموعة 17 اجتماعات متلاحقة ومتنقلة في المدينة السويسرية، إذ أنهم يريدون لعب دور أكثر فعالية في تنشيط المفاوضات وتهدئة الأجواء. يقول متابعون إن انتقال وفد المعارضة إلى جنيف لم يغير شيئا في حال بقيت معارك الشروط والشروط المضادة بين الطرفين قائمة، وكل طرف يعتبرها غير قابلة للنقاش. ولكن ما يدعم موقف المعارضة اليوم في جنيف هو ما قاله رئيس مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين حول سياسة التجويع التي يتعرض لها المدنيون في سوريا والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب ويجب محاكمة مرتكبيها، مضيفا خلال مؤتمره الصحفي في جنيف أن تجويع الناس في بلدة مضايا و15 بلدة أخرى في سوريا ليست جريمة حرب فقط، بل جرائم ضد الإنسانية إذا أثبتت في المحاكم. فكيف يمكن أن تنجح المعارضة في استثمار هذه التصريحات والخوض في حرب إعلامية مماثلة للتي يشنها وفد النظام في جنيف، سيما وأنها أكدت أكثر من مرة على ضرورة فصل الملف الإنساني عن مسار المفاوضات،
وجعل إنهائه بوابة للدخول في الحل السياسي. أناقش هذا الملف مع الدكتور ديفيد بولوك كبير الباحثين في معهد واشنطن، ضيفي من هناك عبر الأقمار الصناعي. أهلا بك سيد دكتور ديفيد. أيضا علاء الدين بونجار الخبير في الشؤون الأوروبية، ضيفي من باريس. أهلا بك سيد بونجار. وسينضم إلينا عمر كوش من جنيف، وأيضا سالم مسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمعارضة. أهلا بكم جميعا ضيوفي الأكارم. دكتور ديفيد سأبدأ معك. هناك من يتحدث عن إدارتكم، المقصود الإدارة الأمريكية، يقول بأنها تقوم الآن بعمل السياسة على الوجهين، يعني معاهم معاهم، هكذا يقول المثل العربي، معاهم معاهم عليهم عليهم، مع المعارضة ومع النظام. لا أحد يفهم الدور السياسي الأمريكي الحقيقي. يوم الأمس يخرج علينا السيد جون كيري ليهدد المعارضة. هذا صحيح إلى حد ما، والحقيقة أنه أنا شخصيا أنا لا أتفق مع كل تفاصيل الموقف الأمريكي، ولكن أنا أفهم هذا الموقف، لأن الحقيقة حسب محاسبات الإدارة الأمريكية ليس هناك، كما يقول دائما، ليس هناك حل عسكري أو حل أمني لهذه الأزمة. ولذلك لا بديل ولا مفر من المفاوضات وحل دبلوماسي أو حل سياسي. والمعنى دائما في أو عاديا في العلاقات الدولية حل سياسي، المعنى حل وسط، ومعنى ذلك التنازلات المتبادلة من الطرفين الاثنين. ولذلك كما أنت ما وصفت الموقف الأمريكي عليهم وعلينا، أو يعني التناقض داخلي في الموقف الأمريكي، هذا بالصراحة كاملة هذا طبيعي، هذا معنى حل وسط، معنى حل وسط. طيب سيد علاء الدين بونجار، المعارضة التقت ديمستورا، طالبت بالبنود الإنسانية، يخرج علينا رئيس مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ليؤكد هذه المطالب المحقة للمعارضة. برأيك هل ستكون هذه المطالب هي بالون اختبار لجدية المفاوضات أو المحادثات؟ نعم، من الواضح أن المعارضة السورية ربما قبل مجيئها توجهها إلى جنيف وعندما كانت في الرياض كانت تؤكد على ضرورة تنفيذ هذه المطالب، لأنه من بثق عليه قرار مجلس الأمن الدولي نهاية العام الماضي كان واضحا، وهو ربما هذا الحد الأدنى الذي يضمن للمعارضة ماء الوجه في مواجهة ربما جميع القوى والدول التي هي ضدها. حتى الدول الحليفة للمعارضة بدأت تتلكأ نوعا ما، وبالتالي المعارضة تريد أن تحصل على هذا أقل الإيمان، وهو أن يكون هناك إطلاق سراح المساجين، أن يتم رفع الحصار عن المحاصرين المدنيين، وأيضا إيقاف القصف. لا يمكن أن ندخل في مفاوضات غير مباشرة تحت ربما وطأة القصف، وبالتالي ربما ما تريده المعارضة هو آلية التفاوض قبل الدخول في المفاوضات غير المباشرة، وهذا ربما على الأقل ما سيضمن لها جدية هذه المفاوضات. نعم، سأذهب مباشرة إلى عمر كوش الكاتب الصحفي من جنيف. أهلا بك سيد الكريم، أرجو أن تطلعنا على آخر التطورات فيما لو جد أي جديد بالنسبة لديمستورا وفد المعارضة. كبير المفاوضين وصل وهناك رفض روسي لوصوله. أهلا بكم أولا لك وللسادة المشاهدين أيضا. الحقيقة نعم، كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية وصل منذ قليل ودخل إلى قاعة الاجتماعات. حاليا الهيئة العليا للتفاوض مجتمعة لتقييم طبعا الاجتماع الذي جرى مع السيد ستيفان ديمستورا بعد عصر اليوم، وأيضا لوضع طبعا الحقيقة الخطط أو الاحتياطات اللازمة، لأن الذي عرض اليوم كان متعلقا فقط بالجانب الإنساني. وطبعا المعارضة تقول أن المفاوضات لم تبدأ، فقط كنا ناقشنا مع السيد ديمستورا اليوم الجانب الإنساني وأعطيناه طبعا تفاصيل مهمة عن المناطق المحاصرة. وعن طبعا القصف، قصف المناطق المدنية الذي اشتد
خلال 48 ساعة الماضية، وبالتالي الديمستورا كما قال في الحقيقة مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع أنه سينتظر غدا ردا من النظام على النقاط التي طرحتها المعارضة. وقد الحقيقة اعترف السيد ديمستورا أن للمعارضة في هذا الجانب وجهة نظر قوية، والشعب السوري ينتظر الكثير منهم، لذلك الأمر الآن مرهون باجتماع السيد ديمستورا غدا مع وفد النظام. طيب. لطبعا معرفة الحقيقة ما الذي يقدمه النظام في هذا الجانب الإنساني. نعم. طيب دكتور ديفيد، أتحدث في إجابتك عن السؤال الأول بأنه الآن أنت تفهم دور الإدارة الأمريكية، هل لك أن تطلعنا على أهم النقاط التي تود الإدارة الأمريكية أن تقوم بتطبيقها خصوصا بعد التهديدات والضغوطات على وفد المعارضة على وجه الخصوص؟ هذا سؤال مهم جدا ومعقد وصعب. أنا أعتقد شخصيا أنه صحيح كانت ضغوط أمريكية على المعارضة لحضور هذا الاجتماع، ولكن نحن سوف نرى الآن في المدى القريب، يعني غدا أو بعد غدا بعد بكرة، نحن سوف نرى هل لتلك الضغوط نتائج إيجابية أم لا. طيب. وأنا أعتقد إنه النتائج في المجال الإنساني، رفع الحصار أو ووقف إطلاق النار وممرات آمنة لإغاثة إنسانية للمدنيين السوريين الأبرياء، كل هذه التفاصيل لو أو إذا رأينا هذا التنفيذ في الميدان في الوقت الراهن، يعني بكرة وبعد بكرة من قبل النظام، أنا أعتقد إنه هذا دليل على إنه الثمن الذي دفعت المعارضة للحضور في جنيف يساوي هذه الجهود وهذه الضغوط. المعنى إنه الإغاثة الإنسانية وتسوية الأزمة الإنسانية أنا أعتقد أهم الآن في هذه اللحظة من التسوية الدبلوماسية والسياسية. نعم، يعني وهذا ما تريد روسيا في بداية جنيف واحد عندما استطاعت مع نظام الأسد أن تحول عنوان المؤتمر إلى مؤتمر إنساني والقضاء على الإرهاب. هذه بنود، هي بوادر ثقة قامت المعارضة بتسميتها، يدل على جدية النظام بالتفاوض. بعد قليل سيكون سيرجي لافروف وجون كيري مع وفد موسع في جنيف، أو ربما خلال ساعات، لا أعلم المدة، لكن هم سيذهبون إلى جنيف الآن. برأيك هل هناك اتفاق روسي على كل شيء أم لا؟ اتفاق روسي لسه، أنا أعتقد أنه حسب رأيي الشخصي وتقييمي الموضوعي، أنا أعتقد على الأقل أنه روسيا مصرة على بقاء الرئيس بشار الأسد في القوة، ولذلك ليس هناك اتفاق روسي في الجوهر مع أمريكا. نعم، يعني أمريكا ترفض وجود الأسد في السلطة دكتور ديفيد؟ للمدى الطويل نعم، أمريكا ترفض بقاء الرئيس بشار الأسد في القوة. طيب على المدى الطويل، على المرحلة الانتقالية ومدة هذه المرحلة وكذا. نعم. وكذا نعم. طيب. مزبوط. ماشي، إذا كانت أمريكا ترفض بقاء بشار الأسد في السلطة على المدى الطويل، أستاذ علاء الدين بونجار، لا نسمع عن الموقف الروسي الموقف الأوروبي إلا من تصريحات بشار الجعفري عندما يتحدث أنه نحن نفاوض رئيس وزراء فرنسا أو وزير خارجية فرنسا والدول الأوروبية، لكن على وجه على الأرض لا يوجد هناك أي أفعال للدول الأوروبية، فقط تصريحات. هل سنشاهد في جنيف ثلاث ربما ردة فعل مختلفة بالنسبة لأوروبا؟ صحيح أن الموقف الأوروبي وربما حتى ولو كان الموقف الفرنسي تميز خلال الأزمة السورية، لكنه غائب تماما في جنيف ثلاثة، ربما لأن فرنسا ربما كانت هي دائما الحجرة التي
تعثر أو تقول روسيا أنها ربما تصطدم أمامها المحاولات الدبلوماسية، ولهذه المرة تحاول أن تكون ربما بعيدة عن الأضواء وتترك الفاعلين الأساسيين، باعتبار أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي موجود في جنيف وأيضا نائب الرئيس الروسي هناك. هذا العنوان العريض، التوافق الروسي الأمريكي، على أساس أنه توافق دولي، وتبقى الآن ربما للقول أن الكرة في يد المعارضة السورية، ولكن في الواقع المعارضة السورية لا تملك الكثير من الأوراق إلا أنها تدافع عن مواقفها، عن مواقف الشعب السوري المحاصر المجوع الذي ربما يخضع للإرهاب. الغريب والمفارقة أن تنظيم داعش حتى عندما يستطيع أن يخترق وسط دمشق لا يضرب مواقع النظام السوري، بل يستهدف المناطق الشيعية من أجل تأجيج الأزمة والضغط، حتى يتبجح بشار الجعفري بهذا ويقول نحن لا نتحاور مع الإرهابيين. نحن ربما للأسف نعيش ربما نفس السيناريو الذي عشناه مع الأخضر الإبراهيمي في جنيف 2، وهو وفد الحكومة يتحدث عن ضرورة الحديث عن الإرهاب أولا، والآن نحن أمام وفد المعارضة الذي يريد القليل من الضمانات من أجل الدخول في هذه المفاوضات غير المباشرة، وهذا ربما حقه حتى تثبت ويبين نية الحكومة في المقابل. نتمنى أن لا تكون نفس المآلات نفس جنيف 2، على الأقل أن تكون هناك هذه الضغوط الدولية أن تتم بصفة ناجعة ضد الروس أولا، وبالتالي تتم ضد النظام السوري. طيب دكتور ديفيد ديلاي، حد الإدارة الأمريكية تثق بالسيد ديمستورا، علما السيد ديمستورا نسمع منه تصريحات فقط، يعني قال السيد ديمستورا بأنه من حق الشعب السوري أن يرى تحسنا على الأرض وأن المعارضة تملك وجهة نظر قوية. إذن الخطوات الإنسانية هي الآن عنوان العريض لبدء هذه المفاوضات. أنت تحدثت الإدارة الأمريكية الآن ما يهمها هي الشق الإنساني، برأيك هل سيتم تنفيذ هذه البنود الإنسانية على الأرض أم لا؟ الحقيقة للأسف الشديد أنا عندي شكوك قوية في هذا المجال، في هذا الوضع. أنا أعتقد أنه هناك احتمال جيد لوقف إطلاق النار محلي محدود جدا في بعض الأماكن داخل سوريا، ولكن الإغاثة الإنسانية بشكل عام أو رفع الحصار بشكل عام أو وقف إطلاق النار ووقف القنابل البراميل وكذا وكذا بشكل عام في سوريا، للأسف الشديد أنا أعتقد أنه هذا بعيد. يعني هذا بالنسبة هكذا تفكر الإدارة الأمريكية، تحدث بلسانها وكأنك أو ما يدور في خاطرها. أنا أعتقد أنه هناك آمال في الإدارة داخل الإدارة الأمريكية، أو هناك نوايا طيبة لهذه النتائج، ولكن التقييم الشخصي لدي إنه هذا بعيد. هذا أنا أعتقد حسب الإجراءات في الميدان، حسب اللي إحنا نرى في الميدان، الحرب المستمر، القصوف المستمرة الجوية الروسية وكذا وكذا، أنا أعتقد إنه هذا يحتاج إلى تنازلات روسية وإيرانية وتنازلات من قبل النظام وحزب الله، التي للأسف الشديد كل هذا مستحيل. طيب في الوقت الراهن. طيب أستاذ عمر، إذا كان تحقيق الشق الإنساني بالنسبة للولايات المتحدة ما زال آمال في ظل الظروف اللي تحدث عنها الدكتور ديفيد بولوك، وجود إيران، روسيا، كل الميليشيات الشيعية على الأرض السورية، طيب على أي أساس يتم وصف اللقاء مع ديمستورا من قبل المعارضة الأعضاء فيما يخص الشق الإنساني بأنه لقاء إيجابي؟ يعني الإيجابية الحقيقة أنا حسب تحليلي أن السيد ديمستورا يعني بمعنى استمع، وطبعا الحقيقة حتى حاول أن مثلا يطرح أن يكون هناك وقف إطلاق النار محدود أو في مناطق محدودة مثلا 48 ساعة أو 24 ساعة لأخذ لقاحات للأطفال إلى آخره، يعني هذا طبعا رفضته المعارضة كليا، وأصرت الوفد المعارض الحقيقة المصغر على أن تنفذ بنود القرار الدولي
رقم 12 البند 12 والبند 13، وهذا الحقيقة يعني كما نقول هو بداية للدخول في التفاوض، بمعنى لم ندخل بعد مرحلة التفاوض، إنما جئنا لنحث على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي نال إجماع جميع أعضائه، القرار 2254، وبالتالي على الإدارة الأمريكية أن تعي ذلك، بمعنى نحن لا نطلب من الإدارة الأمريكية أن تعطينا وعود بتطبيق القرار، لا، هذا القرار أممي ويجب أن يطبق. ومع الأسف أن الإدارة الأمريكية إلى الآن يعني لم تمارس الضغط المطلوب لا على الجانب الروسي ولا على النظام. هذا يعني الحقيقة يعني، ولديها طبعا وسائل عديدة جدا، يعني سواء ليس بشكل مباشر، سواء بشكل مباشر أو نعم. بشكل غير مباشر. مثلا لو سمحت الإدارة الأمريكية برفع الفيتو على الأسلحة المضادة للطيران والأسلحة الأخرى الفتاكة التي تسميها، هذا نوع من الضغط طبعا على الجانب الروسي وعلى النظام. طيب. هناك طبعا وسائل كثيرة لا تعدمها الولايات المتحدة الأمريكية في ممارسة الضغوط. هو مع الأسف إلى الآن مجرد وعود، وهذه الوعود يقولون أنها ضمانات، لا، ليست ضمانات. الضمانات تستلزم جانبا قانونيا ملزما، لكن أين هو الجانب القانوني الذي يلزم سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو النظام؟ هناك قرار أممي المفترض، وطبعا هذه مهمتها للولايات المتحدة الأمريكية، تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254. نعم، شكرا لك أستاذ عمر كوش الكاتب الصحفي ضيفي من جنيف على كل هذه الأخبار. أذهب بها إلى الأستاذ علاء الدين بونجار. يوم الأمس كان هناك مؤتمر صحفي بين السعودية وتركيا. سيد بونجار، عقب كلمة للسيد وزير الخارجية الأمريكية، جددت الدولتان دعمهما للمعارضة سواء استمرت في جنيف أو انسحبت، وهذا جاء ردا على تهديد أمريكي بأنكم إذ لم تذهبوا لجنيف ستخسرون حلفائكم. هل الأوروبيين الآن، السؤال، سيجددون دعمهم للمعارضة أم لا؟ الأوروبيون دائما هم مع المعارضة السورية، على الأقل من ناحية التصريحات، من ناحية الجانب الرسمي، لكن إلى أي مدى يمكنهم أن يكونوا مع المعارضة باعتبار أنهم هم الأول من ربما يشككون في ربما تماسك هذه المعارضة وقوتها على فرض نفسها. الأوروبيون عملوا كل ما في وسعهم على إضعاف هذه المعارضة وعدم إعطائها الصلاحيات اللازمة. والآن عندما أصبحت هذه المعارضة عدة معارضات، ربما الأوروبيون سيحاولون دعمها بطريقة غير مباشرة من خلال الأتراك، من خلال السعودية، لكنهم متواجدون بعيدا لدعم هذه المعارضة إذا أرادت هذه المعارضة أن تقدم التنازلات اللازمة، وكما نرى في جنيف ورأينا في الرياض، حتى ولو كانت هذه المعارضة مدعومة، لكن لديها القليل، وربما بعض الأعضاء لديهم القليل من الكرامة، وهم لا يريدون أن يبيعوا هكذا قضيتهم وقضية الشعب السوري مجانا لنظام سوري عمل ما عمل وسيعمل الكثير بعد هذا، خاصة أنه يطلق العنان حاليا لقوى أجنبية مثل روسيا. طيب. لكن هذا. نعم سيد بونجار، لكن هل أوروبا تحت الغطاء الأمريكي؟ نعم، أوروبا هي تحت الغطاء الأمريكي، ولكن من ناحية التصريحات السياسية. نعم. طيب دكتور ديفيد، الآن هل قدمت فعلا، هل هناك ضمانات حقيقية قدمت من الولايات المتحدة إلى الوفد المعارضة؟ أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة تحاول أن تؤدي إلى مرحلة التنازلات المتبادلة كما أنا ما قلت من قبل، والمعنى أنه التنازلات من قبل المعارضة من ناحية ومن قبل النظام ومن قبل. طيب يعني إلى أي حد هذه التنازلات المتبادلة دكتور ديفيد إلى أي حد هذه التنازلات المتبادلة؟ يعني هل تريد الولايات المتحدة للمعارضة أن تتنازل عن المطالبة بهيئة حكم انتقالي؟ لا،
أنا أعتقد أنه هذا الحقيقة أنا متردد شوية عن تعبير الخط الأحمر، ولكن الحقيقة أنه هذا خط أحمر حقيقي أنا أعتقد حسب الإدارة الأمريكية. ولكن معنى هذا الخط الأحمر في الواقع في الميدان غير واضح. مثلا هذه المرحلة الانتقالية هل هي سوف تمتد 6 أشهر أو سنة كاملة أو سنة ونصف أو سنتين؟ كل هذا غير واضح، ولذلك أنا أعتقد أنه حتى الخط الأحمر غير واضح. ونفس الشيء من بالنسبة للتنازلات الملتزمة أو المطلوبة من قبل النظام، هل هناك مطالبة الانتخابات الحرة وغير المزورة داخل سوريا؟ هل هذا حقيقي؟ هل هذا واقعي؟ غير واضح. أو هل المطالبة تنازلات من قبل النظام لرفع الحصار، هل هذا المعنى في كل أماكن سوريا أو في بعض المدن أو في بعض أنحاء البلد؟ وكل هذا غير واضح. ولكن الحقيقة هذا طبيعة المفاوضات الدولية، هذا كالمعتاد، وهذا أنا لا المشكلة لا صحيح دكتور ديفيد، وللأسف الشديد ليس هناك نعم يعني دكتور ديفيد أنت أعلم منا من حيث هذه المباحثات والمفاوضات الدولية ليس فيما يخص سوريا على وجه الخصوص أو لا، وأنت كبير الباحثين في معهد واشنطن، لكن دائما في المفاوضات والبحثات نعلم بأن هذه الدولة تدعم المعارضة، هذه الدولة تدعم النظام، الولايات المتحدة حتى اللحظة لا تدعم المعارضة إلا بالتصريحات، وبينما تدعم النظام تحت الطاولة هكذا وكأن الوضع يدور. هذا للأسف الشديد أنا أتفق معك يا مدير المحترم، الحقيقة أنه ليس هناك توازن طيب بين النظام من ناحية والمعارضة من ناحية أخرى. طيب يعني إيه؟ إنه صحيح خلفاء النظام أقوى. نعم صح. المشكلة أستاذ علاء الدين ليست فقط الولايات المتحدة وسياستها الغير واضحة فيما يخص سوريا، هناك أيضا ديمستورا. طيب عندما يخرج ديمستورا مع وفد المعارضة ويقول بأنهم لهم الأحقية فيما يطالبون به، ويقول بأنهم يملكون وجهة نظر قوية فيما يخص الشق الإنساني، بعد ذلك يخرج علينا بهذه التصريحات، اسمح لي أن أقتبس منها، يقول بأننا نسعى لإخراج كافة الأطفال والنساء من المدن المحاصرة في سوريا، وكأنه يطبق ما تريده الخطة الإيرانية، تغيير ديموغرافي في سوريا. نعم، ولهذا السبب ربما المعارضة السورية كانت باردة جدا قبل التوجه إلى جنيف، وبعثت وفودا من لديها لربما محاولة معاودة الحديث مع ستيفان ديمستورا، ولكن في اعتقادي حسب أوساط المعارضة وحتى من الهيئة المفاوضة ترى في هذا الشخص شخصا غير محايد، وهو ربما يتبنى العديد من رؤى النظام، وكأنه وحتى عند لقائه مع وفد الحكومة ربما يبدو متساهلا وابتسامته تكون عريضة أكثر، ولهذا المعارضة هي لا تملك وسيلة أخرى سوى التحادث، وأن يكون هذا الرجل هو الوسيط بينها وبين وفد الحكومة، ولكن بالنهاية ستيفان ديمستورا لا يمثل إلا هذا الوجه الخفي من النفاق الدبلوماسية العالمية، سواء من الولايات المتحدة، من أوروبا، من روسيا التي لديها مصالح تحت الطاولة وتتحدث في المناسبات الرسمية عن ضرورة حقن دماء السوريين والمرحلة الانتقالية وربما عدم بقاء الأسد، ولكن في النهاية الوضع كما هو حاليا يساعدها كثيرا، ولماذا تريد أن تصطدم الولايات المتحدة مع روسيا هكذا من أجل أن يتم حقن دماء السوريين؟ نشاهد أن
الأوروبيين تراجعوا عن الكثير من حقوقهم المدنية وعن دساتيرهم التي أسسوها لقرون طوال، فقط لأنه تم التعرض إلى ربما أمنهم من طرف أشخاص إرهابيين. ولهذا ربما السياسة الدولية لا يجب البناء عليها كثيرا، ما يجب عليه البناء عليه هو ما يتم على الأرض، وهذا هو الذي سيحسم الأمور في جنيف عندما يتوجه محمد علوش إلى جنيف، وعندما تصر المعارضة بعض أطراف المعارضة يعني هو توجه ضرورة تحقيق الشق الإنساني، هذا هو الواقع. صحيح، يعني هو توجه، مفترض يكون معنا عبر الهاتف، لكن هناك اجتماع الآن لوفد المعارضة أيضا هو وسالم مصلت. كنت حقيقة وددنا أن نعرض على سالم مصلت بعض الأسئلة مثل السؤال الذي تم طرحه عليك أستاذ علاء الدين بونجار، لكن اسمح لي أن أذهب إلى الدكتور ديفيد بولوك. دكتور ديفيد، لماذا تريد موسكو مقابلة المعارضة؟ لماذا تريد الآن الاجتماع بالمعارضة السورية برأيك؟ روسيا، هذا كمان سؤال صعب. أنا شخصيا أنا أعتقد أنه الهدف الروسي الأساسي ما يسمى باللغة الإنجليزية شراء الوقت، يعني أن هي موسكو تريد أن تضيع الوقت من أجل التقدم العسكري في الأرض في الميدان، كما صراحة الزميل المحترم منذ دقيقة أنا أعتقد أنه ما يحكم على النتائج الدبلوماسية في النهاية الوضع الواقع في الميدان داخل سوريا، وفي المكان الأول الوضع العسكري ونتائج العسكرية. ولذلك موسكو أنا أعتقد تعتقد أنه ما دام المفاوضات في جنيف وفي الأمم المتحدة وكذا وكذا، هناك مجال في نفس الوقت لتقدم عسكري من قبل قوات النظام ومن قبل قوات الروس والإيرانيين وحزب الله والميليشيات الطائفية وكل مؤيدي النظام على حساب المعارضة، المعارضة المعتدلة في المكان الأول. ولذلك لما كل مرة إنه يصرح وزير خارجية روسيا لافروف إنه المفاوضات ناجحة أو إنه هو متفائل بالنسبة لهذه المفاوضات، للأسف الشديد أنا أعتقد إنه كل هذه التصريحات مزدوجة مزورة، يعني أكاذيب وألعبة دبلوماسية وليست دليل على نوايا طيبة من قبل موسكو. نعم، فضلاً أن أرجو منك أن تبقى معي دكتور ديفيد بولوك كبير الباحثين في معهد واشنطن للحديث في ملفنا الثاني. شكراً لك أستاذ علاء الدين بونجار الخبير في الشؤون الأوروبية ضيفي من باريس. أذهب إلى فاصل أيها الأفاضل.